الباعثة على العمل والمشكلة
رأس مال رمز لأمتها، لعل نشوء جمعيات العمل الاجتماعي بصيغتها الحديثة لم يكن نتاجا لتطور طبيعي لمجتمعاتنا العربية المعاصرة وإفراز خالصا لها، بل تم استيراد هذه الأطر واستنباتها من بلاد الغرب فيما تم استيراده من الأفكار والتصورات والأشياء. وظلت هذه الأشكال مستوردة ولا تزال وفية لروحها خاضعة للمفاهيم والأطر النظرية والفلسفية التي طبعت ورافقت تشكلها في الغرب، كما أصرت بعد استحداثها في مجتمعاتنا على الاحتفاظ بمسافة غير قصيرة عن الرأسمال الرمزي والثقافي المحلي، ولأن الحاضنة الإيديولوجية التي ترعى نمو هذه الجمعيات وتراقب خطواتها تستشعر حساسية مفرطة إزاء كل ما هو قصير، فقد كانت النتيجة أن ظلت هذه الجمعيات عليها مش بدون فعل مؤثر، بالرغم من أن المنتظر منها كان بالقطع خلاف ذلك، إذ أريد لها أن تكون في قلب المجتمع لا على هامشه، وأن تكون دينامو لحركته وتنميته لا علامة شاهدة على إخفاقه وشموله. السؤال الذي نطرحه الآن، هل ثمة إمكانية حقيقية لتجاوز هذه العوائق الإبستمولوجية التي تعوق عمل الجمعيات ونموها بمدها بشرايين الحياة عن طريق وصلها بالعمق الثقافي والروحي لمجتمعاتنا، وعن طريق إعادة رسم الخارطة المفاهيمية والقيمية المؤثرة لعمل هذه الجمعيات والحكمة لوراءها، أم إن السبيل إلى ذلك من قبيل بحث جيجان شعب إكسير الحياة؟ وللتداول في هذا الموضوع تعاون وتم أسف القول أستاذين كريمين للإسلام في هذا الموضوع، هما الأستاذ دكتور إلياس بيجا، أستاذ تعليم عالي وحاضر قدم ورقة تعريفية للأستاذ، وأستاذ دراسات الإسلامية بكلية الآداب بجامعة فاس، له عدد من الإصدارات منها الاحتياط من أصول الشريعة، الغيب والعقل، الهوية واللغة في المغرب، مشكلة افتراق الأمة إلى سنة الشيعة، وهو والأستاذ يكتب مقالا أسبوعيا بشهيرة الأخبار ملحق دين وفكر، وعنوان مداخلته المجتمع المدني وقيم العمل الجمعوي من منظور إسلامي. وأحيل الكلمة للأستاذ ليحاضر في مداخلته، مشكورا.